الله يحييكم تحايا المطر. شيل ابوك حط ابوك من اليوم. تعرفون يا جماعه انا ما عندي اخوان، الله المستعان. خالد مغرقد ولا عندي مذاكر وعندي دروس. اليوم حنا بلخصنا محتفين بابو ربيع يا جماعه. انتم تعرفون ابو ربيع وش قدم لي بالنسبه انا يا مخلد، والسوالي سوالي الكثير اشياء، بعضها تدرون عنه وبعضها والله ما تدرون عنه. ومحتفي به عشاء ومناسبه ومقدم لي هديه ان شاء الله انكم تشوفونها وان شاء الله انها قد المقام. بس قبل الكلام هذا وقبل لا يجون ضيوفي، عندي اعلان بسيط لبراند احبه واعشقه عشق ما يوصف صراحه يا جماعه الخير. من فترة وأنا أجربه والله ما يطلع من جيبي. مجموعة مسك من عبدون يا جماعة، شوف الباكيج كيف. 5 أنواع مسك من إنتاج عبدون الخاص، مسك الهيل ومسك الطيب ومسك العود ومسك الزعفران ومسك النخبة. يا جماعة على مستوى، إذا أخذت شاور حطها على جسمك، وإذا أنت رايح لمناسبة حطها على يدينك وشف وعلى شمالك. إذا ما نسبتك ريحتها قل مخلد ما يعرف الطيب، ولها بمن أهل الطيب. ما أنا بعطيكم ذوقي صراحة، مسك العود هذا خرفني، يعني يفوح فوحان، يعني اللي يحبون الرسميات وله مزعج ترى، بس فيه خنة عود على كيف كيفك. هذا أنا أحط منه أرجع النخبة يا جماعة، هذا على مستوى، حط من بعد الشاور وما جاك عندي. هذه كلها الخمسة يا جماعة الخير 140 ريال شامل الضريبة والتوصيل، وزيدكم من الشعر بيت، عندهم الضمان الذهبي. إذا ما جازت لك تواصل مع عبدون يرجعوا لك فلوسك وخلى المنتج عندك. طبعا ما تكلم فالعواد وانواعها، وابو ناصر موجود. ابو ناصر انت امام مسجد وتحب العود ودائما اشم فيك من يوم منور عام. الله يعافيك ابو راشد، والله هذا عبدون بنفسه انا والله العظيم اني استخدمه من قبل رمضان، واني حتى اخذ منه هدايا لاصحاب عزيزين عليه هناك في تبوك ومعطيهم اياه. وريحه ما هم مزعجه للامانه، راح يعجبكم.